السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الثاني الابتدائي. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند صفحة 211 في تدريبات الدرس الرابع. النهاردة إن شاء الله معادنا مع درس الفونكس، الصوتيات مع أصوات الجي آر والبي إل. الجي عارفين طبعا إن هي بتتنطق ج ج زي جاردن، تمام، وزي جوت وزي جيرل، وكلمات كتيرة تبدأ بحرف الجي بتتنطق ج. بعدين عندي حرف الار اللي بيتنطق ار ار، وطبعا حرف الار مختلف عن نطق الراء في اللغة العربية، تمام، لانه في الانجليش ما بنتكش عليه جامد. عندنا الحرفين مع بعض بيدوني صوتين جر جر جر، تمام، زي الكلمات اللي احنا هنشوفها دلوقتي جر جراي جراي جر جرين جرين جرانما grandma grandpa. يبقى عندي gray green grandma grandpa، يبقى صوت الجي ار هيديني الصوت ده جر gray green grandma grandpa. البي مع ال، البي هتتنطق ب والال في سقف الحلق، تطلع لسانك في سقف حلقك كده ل ل، تبقى بل بل زي blue بلاك، بلو ازرق، بلاك اسود، خلاص. listen circle and write. طيب قبل ما ناخد التدريبات هتقول الكلمات معايا gray gray green green grandma grandma grandpa grandpa blue blue black black. بعد كده listen circle and write. انا هقول الكلمة وانت مطالب بانك تختار صوت من الاصوات، يا ترى المقطع جر ولا المقطع بل، تمام، يبقى جي ار او البي ال اللي هتتكتب هنا grandma grandma. شوف انا قلت ايه واختار المقطع المناسب اللي انت سمعته وهتكتبه هنا بعد ما تحط عليه ايه دايرة. هنا gray gray blue blue. بعد كده الواجب بتاعك grandma grandpa gray green blue black. grandma حرف واحد بينزل تحت لخط الدودة، وحرف واحد بيطلع فوق لخط السماء، وباقي الحروف بين الحشائش والطائرة، تمام. بعد كده grandpa نفس الكلام، هنقول الحروف اللي بتنزل لتحت عند الجي والبي، والدي هي اللي بتطلع لفوق باقي الحروف وسط السطرين. gray حرفين بينزلوا لتحت الجي والار، الجي والواي، وباقي الار والاي بيبقوا وسط السطرين الطائرة والحشائش. green حرف واحد الجي والباقي وسط السطرين الار والاي والاي والان. بلو حرفين فوق البي والال لغاية خط السماء، اليو والاي وسط السطرين. بلاك البي والال والكي كلهم فوق لغاية خط السماء، اما الاي والسي وسط السطرين، تمام. انا بقول لك اهو علشان انا بتعب جدا مع الاطفال في وضع الحرف في مكانه، تمام. هنا تدريبات برضو على الليسن 5. انا هقول لك الكلمة وانت تقول لي ايه الحروف اللي ناقصة. listen and write the missing sound. اكتب الصوت اللي ناقص، الصوت اللي ناقص يعني الحروف اللي بتعمل الصوت ده. grandpa grandpa blue blue grandma grandma black black. listen and circle. استمع وضع دائرة. grandma اختارها من هنا تعمل على circle. blue blue gray gray. هو يعني في الصورة مش واضح قوي ان هو gray، لكن شوف الاقرب لي. look read and match. انظر اقرأ ووصل. black دور عليها وفي النجمة اللي عندها هتضع number one. blue number two. grandma number three. green number four. look read and take.
شوف الكلمة الصح اللي تمشي مع الصورة، هتضع في المربع قصادها علامة صح. grandpa grandma grandpa or grandma. يا ترى ده gray or green؟ gray or green. اللون ده black or gray؟ black or gray. اللون الأخير black or blue؟ black or blue. هنا بيقول لي play time، تتبع ولون، trace and color. basketball، tennis، football، karate، throw، team، kick. هتمشي على basketball كرة السلة، tennis football كرة القدم، karate لعبة الكاراتيه، throw يرمي، team فريق، كيك يركل أو يشوط. تمام، بعد كده هتلون الصور دي. هنا التقييم الذاتي، I can say these words، أنا أستطيع أن أقول هذه الكلمات. I can say these words: football football، tennis tennis، team team، grandpa grandpa، swimming swimming، kick kick، 100 100، 8 8. I can read and write these sentences. Can you play football? Can you play football? Yes I can. Yes I can. هلا can play tennis. She can't play basketball. هلا can play tennis. She can't play basketball. I eat healthy food. I eat healthy food. نظرا لضيق الوقت انا ما قدرتش اطلع لايف. مطلوب منك انك هتعمل التقييم الذاتي ده على شكل فيديو، تمام، الكاميرا على الكتاب، تمام، وتقول لي الكلمات دي عايز اسمع نطقك، تمام، وانا هقيم كل واحد لوحده. تمام، التقييم عندك اهو، بداية من الاكسلنت لغاية الباد. اكسلنت، فيري جود، جود، باد. تمام، بعد كده هنا الريفيو، مراجعة على يونت 4: تنس، فوتبول، باسكتبول، سويمينج، تيم، ثرو، كيك، راكت. كمان مرة: تنس، فوتبول، باسكتبول، سويمينج، تيم، ثرو، كيك، راكت. ده بالنسبة للفوكاب. الفونكس، صوت الجي آر: جرانبا، جرين، جرانما، جراي، بلو، بلاك. جرانبا، جرين، جرانما، جراي، بلو، بلاك. بعد كده الجزء الخاص بالماث: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. تمام، بعد كده هتحل الامتحان ده وترفعه لي على جروب الواجب بلاك. اتمنى ان ولي الامر يكون قاعد مع الطالب، لان اللي انا بلاحظ في البث المباشر ان الطالب بيكون باصص في الكتاب، ولاحظتها اكتر مع سنة تالتة، يعني بيقلب في الكتاب وانا بسأل في الحروف، اسمع صوت الورق وهو بيقلب في الكتاب عشان يطلع الكلمة. كده احنا مش هنوصل لنتيجة. اي نعم احنا مش قادرين نوصل لبعض وتعليم عن بعد، لكن ولي الامر يحاول بقدر الامكان يكون في رقابة، لان مش شرط ابنك يجيب 30 من 30 ونفرح وناخد اكسلنت. لا، احنا عايزين نقف على المستوى الفعلي. تمام، يبقى الكتاب الامتحان بس اللي قدامه ويحل، والحاجة اللي ما يعرفهاش عادي، جبت مثلا 20 من 30، نحاول نشوف ايه الحاجة اللي معطلاك ونحلها، لكن ننقل ونجيب 30 من 30 ومستوى نفضل زي ما هو، يبقى ما عملناش حاجة، يبقى احنا بنضحك على نفسنا. بلاك بلاك، شوف الصوت اللي طلع من بقي، هتكتب الحرفين اللي ادوني الصوت ده: بلاك، جراي، جراي. بعد كده listen and circle، استمع وضع دائرة. تيم تيم، فين التيم؟ هنا نعمل عليه سيركل. باسكت بول، دور على رياضة الباسكت بول.
واعمل عليها سيركل. سيركل اون رايت، ضع دائرة حول الصوت المناسب للكلمة واكتبه بلو. يا ترى بلو الصوت ده جاي من الجي ار ولا البي ال ولا البي ال؟ جراندما، جراندما، ترى بي ال ولا جي ار ولا بي ال؟ جراندما. جراي، جراي، جي ار ولا بي ال ولا بي ال؟ تمام. ريد الماتش، اقرا ووصل. اي كان كيك ذا بول، اي كان كيك ذا بول. نمبر 1 حط عندها نمبر 1. ذس از ا راكت، ذس از ا راكت. نمبر 2، اي ايت هيلثي فود، اي ايت هيلثي فود. كوبي ذا فولوينج سنتنسز، اي لايك تنس، اي لاف فوتبول. الحروف اللي هتطلع لخط السماء اي ال كي، حرف هيطلع حاجة بسيطة التي، باقي الحروف وسط السطرين مفيش ولا حرف هينزل للدودة. I love football. I L F B L L. تمام، التي هتطلع حاجة بسيطة، باقي الحروف وسط السطرين. ناخد مسافة ما نشطبش، خط كويس.